مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. مبروك لمحمد شاهين الصوت المصري والشاب المصري اللي فاز النهارده بستار اكاديمي. ناس كتير هتقول لك مصري تاني للسنه الثانيه على التوالي يبقى فيها لعب. الحقيقه لو فيها لعب ما يبقاش محمد شاهين. يعني لو الناس اللي بيلعبوا دايما بيحبوا يوزعوا الادوار على الفائزين، فيبقى السنه دي مصر، السنه اللي بعدها تونسي، السنه اللي بعدها لبناني، وتمشي كده. الموضوعيه هي الجماهير، هي التصويت، محدش بيلعب في حاجه. فهو يستحق. محمد شاب طموح كان عنده حلم، يعني بيشتغل كوافير حلاق وعنده حلم. النهارده محدش يبص، اوعه حد يقعد يحسب الدولار بكام، 75,000 دولار وهيتعمل له كليب. الاهم حاجه انه كان واثق وكان عنده حلم، والارزاق بتاعت ربنا، ربنا اللي بيرزق وبيقدر يعطي لمين وما يديش لمين. مبروك يا محمد، شاب صغير بيحلم وبداية طريق. هيعمل ايه؟ هينجح؟ في ناس خرجوا وتاهوا، في ناس فازوا في البرامج دي وبيطلعوا يتوهوا بعد كده، بيركبهم الغرور، بيجيلهم خلل، بيحسوا انهم زعماء. النجومية اصلها سيف لتوجهه نحو المعوقات والمشكلات اللي هتقابلك في حياتك عشان تنجح، يتغز بيه نفسك وتخلص، فتبقى قضيت على نفسك. اتمنى لمحمد شاهين وليا وغادة التلاتة، بصراحة اصواتهم كانوا حلوة قوي، يعني اصوات جميلة التلاتة. ولكن فوز شاب مصري فرحنا، لانه ابن بلدي، ولانه شاب صغير، ولانه طموح، ولانه مكافح، ولانه كان تلقائي وصادق جدا، ففاز. الناس حست بيه وخد اعلى الاصوات. الو استاذي يا عريس. حبيب يا عريس، بس خير رمضان حبيبي. مبروك يا محمد، الله يبارك فيك يا رب، ربنا يخليك. قول لي احساسك، انا شايفك كنت هتموت من الفرح. لا احساسي مش هتوصف نهائي. لا، اللحظات اللي قبل اعلان النتيجه وانا شايف التوتر اللي على وشك، بقيت خايف عليك لا يجرى لك حاجه. الحمد لله رب العالمين. يعني انا والله العظيم انا فرحت من قلبي من قلبي من قلبي من قلبي ان انا بس شرفت بلدي، بس يعني دي الحاجة الوحيدة اللي فرحتني. محمد هتتغر وتتوه ولا هتشتغل على نفسك؟ لا لا، لو لا يعني انت شايف فيا ان انا ممكن اتغر؟ لا، انا لغاية دلوقتي مش شايف، بس انا شفت قبلك تاهو، فلازم تبقى واعي قوي. باذن الله، لا باذن الله، لا هتم زي ما انا، وباذن الله هشتغل عشان خاطر الناس اللي تعبت واللي صوتت لي واللي اي حد كان، اي حد صوت لي وتعب عشانه وبيسجل باسمي اكيد هشتغل عشانه، وعمره ما هتغر عمري. محمد سمعتك مره وانت بتتكلم وبتقول للواحد لازم يبقى عنده طموح وممكن تعمل محل، دلوقتي انت اتحطيت في تراك تاني خالص، هتعمل ايه بالفلوس؟ لا الفلوس دي يعني موضوع تاني، اكيد لازم اشتغل، لازم اكافح، لازم اجتهد، واهم شيء عندي اهلي، لازم اعمل اللي انا كنت عاوز اعمله من زمان، لازم كل ده اعمله. انا فرحان جدا يا سيد، انت يعني متوقعش انا فرحان قد ايه. طبعا ما تتوقعش، واحنا فرحانين معاك وفرحانين لك. ربنا يخليك يا رب. ميرسي، ربنا يخليك يا رب. الحمد لله رب العالمين ان انا وصلت للمرحله دي، واحلى حاجه برضه كمان يعني فرحتني جدا ان انا ولا مره نومينيه، يعني ستار اكاديمي مش عارف اقول لك، مش عارف اوصف لك شعور ازاي، حتى وانا على المسرح مش متخيل. الحمد لله رب العالمين. محمد لو قالوا لك انت علشان مصري والقناه اللي بتنتج البرنامج مصري مصريه عشان كده انت فزت، تقول لهم ايه؟ لا اقول لهم لا، هم يعني مش مظبوط الكلام ده، مش مظبوط. المظبوط ان احنا كلنا دول العرب حالها ايد واحده، ولازم لازم 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 يحطوا في دماغهم ده دايما ان احنا ايد واحده، ومفيش حد يقدر يفرقنا عن بعض، لا تصويت ولا ما تصويتش، لا احنا دايما ايد واحده، ودايما لازم نكون مع بعض على طول، مش عاوزين حد يفرق بيننا. وحتى موضوع التصويت ده كمان يعني يفوت يطلعوه من دماغهم خالص، لان ملهاش ما فيهاش لعب، المساله الجمهور اللي اختار واللجنه اللي اختارت. صح صح. محمد لو صح. بتغني في اللحظه دي هتغني ايه؟ هغني حاجات كتير، بس الحاجه اللي انا هغنيها دلوقتي بتقول ايه مثلا؟ وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، ده وانت مش مطلع عيني، بحبك موت، لفيت قد ايه لفيت، ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقول لك انا خنيت،
الله الله الله. مبروك يا محمد، انت باذن الله هتبقى ضيف علينا مع زميلتي لميس الحديدي باذن الله. في الخير باذن الله، تنور مصر وهنحتفل بيك، فرحانين علشانك قوي. انت صوت جميل ولسه قدامك المستقبل، خد بالك من نفسك وان شاء الله نتمنى ان نشوفك نجم من نجوم العالم العربي في الغناء ان شاء الله. انا كل لي الشرف وكل لي الشرف بجد، واكيد اكيد اكيد مصر مستحقه انها تكون فيها اصوات زي دي، ومصر مستحقه كمان ان احنا نشتغل ونتعب عشانها. حرام والله العظيم، انا نفسي اتعب واعمل كل حاجه عشان خاطر الناس اللي وقفت جنبي واللي وقفت ورايا، وباذن الله مفيش بهدله تانية، دايما اللي جاي احسن، اللي جاي احسن، اللي جاي احسن باذن الله. محمد هتهدي الجائزه لمين؟ ناوي تتجوز؟ ناوي تعمل ايه بسرعه كده؟ لا انا اولا موضوع الجواز انا نفسي بس ان شاء الله باذن الله اجوز اختي الاول، وبعد كده افكر في حالي باذن الله. الله عليك. انا عندي اختي الاول اهم شيء، الله عليك. واهلي وباذن الله لازم اعمل الناس عايزاها، وبعد كده اشوف حالي باذن الله. واذا اهديت الجائزه معنويا تهديها لمين؟ معنويا هذا للسيمسي. لمين؟ للسيمسي. للسيمسي اهلا وسهلا، وقبلناها وقبلناها. كل واحد مصري، كل واحد مصري بيشتغل وبيكافح وبيعمل كل حاجه عشان خاطر بلده، وهديها لبلدي اللي انا منها وكل العالم العربي والسيمسي برضه. ألف مبروك، ألف مبروك محمد شاهين نجم ستار أكاديمي، مبروك يا محمد. ربنا يخليك يا أخي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. بشكرك جدا، مبروك لإدارة سي بي سي، ونتمنى إن شاء الله إذا كانوا هيعملوا ستار أكاديمي تاني يلاحظوا بعض انتقادات البعض لبعض، المشاهد اللي كان فيها شوية خروج واللي مش متمشية قوي، طبعا دي مسألة كانت خارجة عن الإدارة، الإدارة حاولت طول الوقت تتعامل مع ده، لكن لأن الشغل كان بيجي من لبنان نتمنى إن احنا نشوف ده بيتعمل من انتاج مصري، نقدر نختار ونحدد ايه النسق الاخلاقي والقيمي اللي يبقى في ده. مش عيب ان يبقى في مسابقات عشان نكتشف مواهب او مغنيين، ولكن كمان نبقى حريصين شويه. نتمنى ان ده يحصل في الدوره القادمه ان شاء الله، لان في ناس بتزعل من بعض المشاهد اللي ما يحبوش يشوفوها على شاشاتنا، لكن النهارده صوت مصري فاز، صوت شعبي، صوت دافي، نتمنى له التوفيق باذن الله. رجعت من الصين النهارده، وما ادراكم ما الصين، مشوار جامد جدا، يعني يوم ونص سفر، تسافر النهارده توصل بكره، فرق 6 ساعات، يعني الساعه في الصين دلوقتي 5 الصبح، كان زماني نايم دلوقتي هناك. على مدى سافرت السبت وصلت الحد، سافرت الثلاث وصلت الاربع، فكانت رحله شاقه جدا، اول مره في حياتي اسافر مع رئيس جمهوريه او احضر تغطيه، وقدري ان تاتي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما ادراكم ما الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي يسافر معاه ما يشوفش نوم. يعني ربنا يديله الصحه هو والفريق المعاون ليه. يعني التعب اللي الواحد شافه الناس دي، الرئيس كان بيهرول في مشاويره من 8 الصبح يبتدي، طبعا 8 الصبح دي يعني يصحى 6، من اجتماع لاجتماع لاجتماع، ويخلص اجتماع يطلع بره يعمل لقاء واتنين ويرجع تاني على اجتماع، وبعد ما يخلص اجتماع الوزراء كنت بقابلهم والله العظيم ما قادرين يقفوا. يعني الدكتوره نجلاء الاهواني يعني عشان اسجل معاها امبارح التسجيل اللي حضراتكم شفتوه، مش لاحقه، الست بتجري بتقولي مش لاحقين، بيخلصوا يرجع يعمل اجتماع بعد ما يخلصوا الاجتماعات مع الصينيين والمستثمرين، يرجع يعمل اجتماع داخل المقر بتاعهم في الاوتيل بالاربع والخمس ساعات، عشان طب احنا هنعمل ايه في اللي جاي، طب اللي اتقال النهارده احنا هنفعله ازاي، فقاعدين يحطوا خطط ما بيناموش. السفير علاء يوسف كان للساعه 3-4، اللواء عباس، وزير الاستثمار اشرف سلمان، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اللي هو عمل مجموعه من الاتفاقيات تصل الى 25 مليار دولار في مجال الطاقة ومحطات الكهرباء واللمبات الليد الموفرة، عمل جهود، وهذا الرجل كان موجود قبليها بفترة على مدى شهر بيروح ويجي ويقعد بالاسبوع والعشر ايام كان بيمهد لهذه الاتفاقيات، جهد جبار جدا. وزير النقل هاني ضاحي، وزير التموين دكتور خالد حنفي، وزير الخارجية اللي لازم أحييه السيد سامح شكري، جهد رهيب، مفيش نوم، 48 ساعة من الجهد المتواصل علشان إيه؟ وليه الصين؟ الصين اللي تعدادها 1.3 مليار
ونجحوا من خلال تنظيم النسل. يعني معايا حوار بكرة مع شخصية رجل صيني عميد كلية اللغة العربية هناك دراسات العربية، صيني بس بيحب اللغة العربية جدا، وترجم نجيب محفوظ وجمال الغطاني. بيقول لي في العشر سنين قدرنا نقلل النسل ب 300 مليون. 300 مليون، قال لي لو سبنا نفسنا كان زماننا دلوقتي 1,600,000,000. والقوانين بقى اللي معمولة هناك عشان تنظيم الناس، قوانين المرور بلد منضبطة انضباط مقلق، عشان كده الانضباط ده احيانا بيعوق في العمل وانت رايح، كل حاجة معمول حسابها. خليني اقول لكم مجموعة من الملاحظات. في خطاب الرئيس السيسي الى الصينيين ركز على مجموعة من النقاط، واللي كان لافت بالنسبة لي ان الرجل لغته بره زي لغته جوه، وهو بيقول لهم انتوا هتيجوا تستثمروا عندنا، احنا عملنا قانون استثمار يشجع الاستثمار في مصر جدا، عندنا امن وعندنا فرص واعدة جدا، لكن في 3 اشتراطات بحطهم طول الوقت وهتنفذوهم ان شاء الله. 1، الكفاءة، لازم شغل عالي جدا. 2، الوقت، ما عنديش 4 سنين و5 سنين و3 سنين، اقل وقت ممكن لتنفيذ المشروعات. 3، الفلوس، هقعد معاكو انا. وكان المعنى هنا الرئيس كان حريص انه يقابل ناس بعيدا عن المسؤولين اللي قابلهم رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وطبعا على رأسهم رئيس الدولة، قابل رؤساء شركات. بس كان اول اجتماع ليه كان مع رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وكان عايز يبعت رسالة ويقول ان مصر في المرحلة القادمة مهتمة بالعلم. فلما كلمه ومسؤول التعليم هناك وبيتكلم على انهم هيعملوا جامعة وفي فرع المعهد كونفوشيوس في جامعة القاهرة، قال لهم لا انا عايز جامعات كتير مش جامعة واحدة. اتكلم معاهم في تفاصيل الجامعات وقال لهم احنا بنعمل في الاسماعيلية الجديدة مدينة جديدة، عايزين جامعة هناك، وانا اللي هقعد معاكم، وانتوا لما تيجوا مصر انا اللي هقابلكم، وانا اللي هقعد اتفاوض معاكم. عمل ده مع رجال الاعمال والمستثمرين لما قعد معاهم. تاني، في توقيع الاتفاقيات الرئيس حضر، غير كان في 6 اتفاقيات مع الحكومة، ثم 26 اتفاقية ما بين الحكومة والوزارات والشركات. طبعا شكرهم وقال لهم احنا اجلنا المؤتمر الاقتصادي لشهر مارس علشان اعياد راس السنة اللي في فبراير في الصين. كانت لقطة لطيفة استقبلوها بترحاب شديد جدا، قال لهم احنا حريصين على وجودكم، لازم تكونوا موجودين وحنزلل لكم العقبات. مجموعة الاتفاقيات اللي تمت سواء كانت على مستوى الطاقة والكهرباء او على مستوى الصناعات المختلفة او على مستوى الجامعات او على مستوى القطارات، عندنا قطارين، القطار الاول وهو بمنحة، ده قطار كهربائي هيربط بالبيس بالسلام، وفي القطار السريع اللي هيربط من اسكندرية الى اسوان، وده هيبقى بتمويل طويل المدى، ستشترك فيه مجموعة من الشركات الصينية زائد تجديد القطارات الموجودة في مصر على احدث السبل. الرئيس كان بيكلم الصينيين وعينه على مصر طول الوقت، وقد ايه مصر واعدة وبتنتقل انتقال ديمقراطي محسوب. ولما راح الحزب الشيوعي سألوه، والحزب الشيوعي هو الحزب الوحيد والحزب الاكبر واكبر حزب في العالم يضم 90 مليون عضو، قال ارقام عندهم كده يعني، قالوا له انت ليه ما بتعملش حزب، ليه ما بيبقاش في حزب للرئيس يدعمك ويبقى في ظهرك؟ فقال لهم لا انا مش هعمل حزب عشان انا حريص على المسار الديمقراطي، فلو عملت حزب اللي هينضم ليه مين؟ اصحاب المصالح و و و هتبقى مجامله ونفاق، انا مش عايز ده، انا عايز الحياه السياسيه تدور في مصر في مسارها الطبيعي جدا. الرئيس امبارح النهارده خلاص هو انهى رحلته وان شاء الله هو في الطريق، راح بلد اسمها شينجدو، دي عاصمة مقاطعة سيشوان، وعشان تعرفوا سيشوان دي، سيشوان دي تعداد سكانها 90 مليون. زار مجموعة من المصانع، طبعا هناك طبعا اتفاقيات خاصة بالاقمار الصناعية، يعني القمر سات 2 هيتم مع الصين، في كلام لم يعلن رسميا ولكن انا بستنتج من خلال الحوارات ان هيكون في كلام في الضبعة، حتى وسائل الاعلام الاسرائيلية قالت ان يبدو ان هناك اتفاقيات خاصة بالمفاعل النووي في المصري في الضبعة السلمي، طبعا في اتفاقات
تمت لا نعلم عنها شيء، لان كان في جزء من المباحثات احنا ما بنعرفش عنه حاجه خالص. الرئيس حضره مع السيد الرئيس ومع رئيس الوزاره، كان في مجموعه من الاتفاقات مع الشركات الخاصه جدا العسكريه في الصين. ايه اللي هيتم؟ هل هناك اتفاقات عسكريه ولا لا؟ لم يصدر كلام رسمي في هذا الاطار ان في اتفاقات عسكريه، ولكن اللي بيشم كده الاخبار بيعرف ان لا في كلام. هينتج هيسفر عن ايه؟ خلونا نشوف. الرئيس التقى بالاعلاميين مرتين بس مش بكل الاعلاميين. في اول لقاء التقى بكل الزملاء، كان في عدد كبير من الزملاء في ما بين لقاء ولقاء في شغله، طلب انه يقعد مع الاعلاميين في مصر وسالنا، قال انتوا تتوقعوا مني ايه؟ عايزين تسمعوا مني ايه؟ اتكلمنا في حاجات كتير. الزملاء لا، دي كان اللقاء الثاني بعد ما انتهى اللقاء الاول. سياده الرئيس طلب انه يقعد مع مجموعه من الشباب، طبعا انا مش شباب ولكن كان حظي انهم طلبوا ان اكون موجود معاهم فانا بشكرهم. هؤلاء الشباب اللي انتوا شايفينهم دول محمد دسوق رشدي زميلنا مدير تحرير اليوم السابع ومقدم برنامج الصحافه اليوم على تلفزيون النهار، زميلي رامي رضوان من اون تي في، زميلي احمد خيري من راديو 90 90، احمد الطهري رئيس تحرير جورنال مصر، اسماء مصطفى زميلتنا المذيعه في التحرير، كلهم شباب صغير التقى بالرئيس قبل كده وكانوا تعهدوا بمجموعه من الاشياء امام السيد الرئيس، وسالهم عملتوا ايه في الخطوات. كلمنا عن ملف المقبوض عليه وقال لهم انا 3 مرات اراجع هذا الملف وانا سبته لكم، وبقول لكم اذا كان في واحد محبوس بشكل غير قانوني او بيتعرض لاي ظلم او ينفع يخرج، انا بقول لكم روحوا خدوه في ايديكم وانتم ماشيين. سئل الرئيس عن الحزب السياسي فقال انا ضد الحزب السياسي خاص بالرئيس، لان انتوا كده هترجعوا تلوموني تاني. سهل ان انا اعمل حزب وهينضم لي ناس كتير قوي، بس مين اللي هينضم؟ بتوع النظام الاسبق ولا النظام السابق ولا اصحاب المصالح ولا مين ولا مين؟ انا مش هعمل ده خالص. تكلم الرئيس في اللقاء الموسع عن الوضع في مصر وطالب الاعلام، وقال انا ما بنتقدش الاعلام بس انا بطالب الاعلام بالحرص على اصطفاف الشعب. احنا القوة الحقيقية، حتى التفسير اللي اتقال غلط، الكلام اللي اتقال عن ان الرئيس مش هيكمل مدته الاولى وبيفكر انه ما يكملهاش، الكلام ده مش صحيح تماما. حتى زميل احمد موسى الذي نسب له هذا الكلام ما نفى هذا الكلام، ولم يكن لقاء شخصيا ولكن لقاء جماعي. الرئيس قال ان الشعب هو اللي بيختار، ولما الشعب بيختار يبقى الرئيس اللي قاعد ده هيقعد كام سنة؟ فقلنا له 8، دورتين قال لا 4، وممكن يجي ما يجيبوش، الشعب اللي هيختار ويقول مين يقعد ومين ما يقعدش. فكان الكلام عن المدة الاولى. كان سؤالي لسيادة الرئيس، انا علشان انا اتحمل مسؤوليته، قلت له سيادة الرئيس بشعر احيانا انك بعد 6 شهور من ولايتك، احنا في نهاية هذا الشهر هيكون الرئيس كامل 6 شهور، قلت له بشعر انك كأنك صدمت بالواقع لما دخلت دواليب مصر فشفت ازمات كثيرة جدا، وحددت 2 سنين ننتظر فيهم النتائج، نصبر عليك 2 سنين. فقال لي لا انا ما فوجئتش، وانا قعدت معاكم قبل كده ودراساتي عن مصر اللي قبل ما ابقى رئيس واللي انا عارفه هو اللي لقيته، فما كانش بالنسبه لي فيه اي مفاجاه. كانت المفاجاه الحقيقيه، ومش هكذب مش هنكر، هو حجم التعاون، حجم التعاون من فئات عديده في المجتمع، منها مثلا رجال الاعمال. كنت متوقع تعاون اكتر علشان نساعد البلد، ما لقيتش التعاون بالقدر الكافي. ثانيا اتكلم تاني عن دور الاعلام في فكره ان الاعلام يسعى الى الجمع، نجمع المصريين وما نفرقهمش، ونبتعد عن الخلافات والصراعات الشخصيه، وعلينا ان نحترم ان هناك وجهات نظر مختلفة، لكن علينا ان نفكر اكثر ازاي نبني البلد دي. احنا محتاجين 2 سنين عشان نضخ. قال انا انتوا بتقولوا لي انا بحل الكهرباء، انا محتاج عشان احل الكهرباء مؤقتا محتاج 40 مليار. ما حد سأل ابدا ال 40 مليار هيجوا منين.
وهوفر الفلوس ازاي. حد سأل انا بقول شهر 6 الجاي هيتحل جزء كبير من الكهرباء، وعايز اقول لكم فعلا هيتحل جزء كبير من الكهرباء ان شاء الله في الصيف القادم، وهذا حل مؤقت. لما اتكلمت مع وزير الكهرباء قلت له ليه بتقول 4 سنين؟ قال احنا هنحل في شهر 6 الجاي جزء كبير، لكن الاربع سنين هنقول ما عندناش مشكله كهرباء بالفعل. رحله الرئيس دي في النهايه حجم الاستثمارات المتوقعه تصل الى 45 مليار دولار في رحله واحده. رحله الرئيس الى سالته عن وجود احلاف، احنا بنشتغل في احلاف في حلف جديد، قال لك مصر بتتجه في كل الاتجاهات، مصر خلاص يعني فكره الاتجاه في اتجاه واحد، مصر بتدور على مصالحها وعلاقات طيبه في كل مكان. وزير الخارجيه ووزيره التعاون الدولي قالوا لي ان المرحله القادمه هيكون في اتجاه صوب افريقيا، احنا رايحين ناحيه افريقيا في المرحله القادمه اللي اهملناها طويل. كان من اللافت والمشاهد الجيده جدا وجود ممثلين لدولتين عربيتين شقيقتين، ممثل للامارات مستثمر اماراتي وداخل ما في شراكة ما بين مصر وبين الصين في مشروعات خاصة بالطاقة والكهرباء، وممثل سعودي جاي بتوصية بقرار من خادم الحرمين الشريفين ان السعودية تساهم في عملية الاستثمار والتسهيلات مع الطرف الصيني، اشترى براءة اختراع ب 25 مليون دولار من الصين، وبيعمل مصنع في البحيرة لتدوير مخلفات قش الرز وتحويله الى عجينة ورق، مصنع كبير هيكلف مبدئيا 60 مليون دولار وهيشتغل فيه حوالي 1500 مصري، وتم توقيع هذه الاتفاقيات. هذه بدايات فقط. المصريين ورجال الاعمال المصريين اللي كانوا موجودين هناك لهم دور قوي جدا، شفتوا مصريين كتير عايشين في الصين في منطقه اسمها جوانزو جم علشان يشجعوا الرئيس السيسي ويشجعوا مصر ويقولوا احنا معاكم، الصين بلد مهمه جدا بالنسبه لنا. الاستقبال كان حافل ورائع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مزيد من هذا الجهد نرجع نتكلم تاني على ازاي كلنا مع بعض نقدر نبني بلدنا، ازاي ندور على ما يجمعنا لا ما يفرقنا، ازاي واحنا بنبص ورا يبقى الهدف ان احنا نطلع قدام مش نتخانق مع الماضي، نبعد عن الوحش اللي فيه وناخد الحلو منه ونكمل. ازاي احنا كاعلام نقوم بدورنا؟ هنحاول. ازاي ندي الفرصه للشباب اكتر؟ لازم نحاول، لازم الشباب في كل المجالات. الرئيس مهتم بالشباب، يعني طلبه ان يكون مع هؤلاء الشباب في لحظه في دقائق لوحدهم، ده كان ليه معنى. ان انا مادد ايدي للشباب لما كلموه على الالتراس، قال الالتراس مشجعين ومحترمين، انا مش اتمنى ان يكون هناك دائما هو الحوار ويقدموا صوره مشرفه، وسالهم وقال لهم انا عايزكم تواصلوا حواركم، احنا عايزين حلول، لازم يبقى لكم دور في بناء هذا الوطن، وهذا كان كلاما محترما. النهارده معايا هشام الجخ الشاعر العبقري الجخ الجميل، النهارده هيقدم لنا قصيده جديده لاول مره سيلقيها اليوم. وقصائد هشام، انا مش جاي اتكلم، انا جاي اسمع هشام بصوته باحساسه بجماله بطريقه القائه العبقريه بحلمه بالوحده العربيه. هشام عنده احلام كتير ومش عارف عنده مساحات احباط ولا لا، بس الشاعر دائما يحمل النبوءه، ونبوءات هشام الجخ متعدده سنراها هذه الليله. نلتقي بعد الفاصل. الرئيس عبد الفتاح السيسي يغادر الصين عائدا الى القاهره. البابا تودروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه يوفد ممثلين عنه لتهنئه قاده الطوائف المسيحيه بعيد الميلاد المجيد. الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه يهنئ رؤساء الطوائف المسيحيه الانجيليه والبروتستانت والكاثوليك بعيد الميلاد المجيد. السجن المشدد 10 سنوات لسائق حافلتي حادثة طريق الطور شرم الشيخ الدولي، والتي راح ضحيتها 36 شخصا وإصابة 44 آخرين في أغسطس الماضي. رئيس هيئة السكك الحديدية يؤكد عدم وجود نية لرفع أسعار التذاكر إلا بعد تحسين مستوى الخدمة للركاب.
البورصة المصرية تنهي تعاملاتها اليوم على أداء متباين لمؤشراتها، والسوق تربح 800 مليون جنيه. روسيا تؤكد اعتزامها التصويت لمصلحة مشروع القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة. الفصائل الفلسطينية تدعو مصر لاستئناف رعايتها للمفاوضات مع إسرائيل. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. خبر اليوم هو اعلان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء مثلث مزبيرو منطقة اعادة تخطيط، ويتابع اعمال تطوير 78 قرية. مثلث مزبيرو دي من المناطق المهمة جدا، تعرفين مزبيرو في منطقة بولاق والمنطقة اللي وراها دي كلها بقالها سنوات طويلة فيها مشاكل جمة. المنطقة دي منطقة حيوية وهامة جدا، في منطقة من المساكن العشوائية والشعبية، كل شوية حد يقرب من هذه الفكرة الناس يقول لك انهم عايزين يطردونا ويدوها لرجال اعمال. في الصين في تجارب زي دي على فكرة، كانوا بيعملوا ايه؟ بيجوا للناس البسيطة العمارات القديمة ويقولوا لهم احنا عايزين نبني هنا مبنى ضخم، ودي عملت اثرياء كتير في الصين. فبيجي المواطن بيبقى من حقه انه يقول له طيب انا موافق اخرج، وفر لي مكان بديل مؤقت، بس ليه طلب ان يبقى لي شقه في هذه العماره الجديده، مكان انا كنت ساكن اديني شقه، او بقيمه الارض لو اغلى اديني شقتين، يبيع واحده ويعيش كويس ويسكن في التانية. وده مش عيب على فكره، لو فكرنا بهذا المنطق هيقولوا لي طيب ما هو مستوى السكان هنا فبتعمل، ايوه المجتمع لازم يدخل في بعض، يا سيدي نأهلهم اللي ينفع يسكن، بس هذه المنطقة تحديدا محتاجة نظرة خاصة عشان ما يحصلش تصادم. مشكلة العشوائيات في مصر ان الناس فقد الثقة في الحكومة، وعندها احساس دائم بان اللي بتحصل عملية خيانة، وبيستدرجوهم ويدوم قرشين ويطلعوهم عشان يدوها المستثمرين. لازم الناس تغير كمان تفكيرها وتفهم ان ايوة ما انا لازم علشان اطور اي منطقة محتاج مستثمرين، اما هتتطور ازاي؟ ما هو المستثمر ده يعني هو اللي هيبني، هو اللي هيعمل مشروعات يستفيد منها اهل المنطقة، بس كمان من الناحية التانية لازم ما نبهدلش الناس دي او نضحك عليهم او نبقى شطار معاهم. وانا افاضل ما بين الاستثمار اللي انا عايزه لازم كمان اراعي حق الغلابة اللي كانوا ساكنين او هدية اراضيهم او عايشين هنا. مسألة نتمنى مثلث مزبيرو من المناطق المهمة جدا. كمان المهندس ابراهيم محلب عمل اجتماع مع القيادات التنفيذية بمحافظة المنوفية واتكلم عن اداء الموظف، كل ده علشان ابراهيم محلب رئيس الوزراء بيتكلم في ده كتير، علشان قانون الوظيفة الجديد اللي هيجي ما يديش الترقيات والدرجة الخامسة والسادسة، هذه المترهل ده يتغير. واللي ده رد عليه الرئيس السيسي وكان واضح في كلامه، مش ههد اجهزة الدولة اللي فيها فساد هنعالجه، لكن مؤسسات الدولة قائمة بما فيها، انت بتكلمني عن مئات السنين، هتيجي تهدها البلد تنهار، احنا بنعدل فيها وهتاخد مش سنة ولا اتنين ولا عشرة، ممكن تاخد 20 سنة عشان نعمل التغييرات دي. هو معاه حق، واحلى حاجة في الرئيس السيسي انه مش مبالغ ومش ما بيدورش على المسكنات، انه يقول لنا مسكنات هتتحل ان شاء الله، لا هنفور الفاسدين، لا هو واقعي في مواجهة المشكلات. قضية اليوم هي منع عرض فيلم الخروج آلهة وملوك، قرار صدر من الرقابة الإدارية. الفيلم ده اللي كان بيجسد فيه شخصية سيدنا موسى عليه السلام، لكن الرقابة على المصنفات الفنية قبل ما نقول بقى حرام وحلال وتجسيد الأنبياء قالت لك ان الفيلم فيه مغالطات تاريخية شديدة، رغم ان فيه اجزاء من هذا الفيلم صورت في مصر، ولكن من المغالطات عن مشاركة اليهود في بناء اهرامات الجيزة، وانهم خرجوا من مصر بسبب زلزال وليس بمعجزة شق البحر. وده معناه الفيلم ده بطولة كريستيان بيل اللي بيجسد دور النبي موسى، بينما يجسد جويل جيرتون دور الفرعون رمسيس الثاني وزوجة سيدنا موسى اندريا فالما. الفيلم ممكن جدا يبقى مقبول، اتمثل شخصية سيدنا موسى قبل كده الوصايا العشر، كان فيلم عظيم
وتمثل فيلم المسيح أكتر من مرة. وستظل قضية ما بين الأزهر، لكن الأزهر لا يملك المنع، الأزهر بيوصي أو بيقول رأيه. المرة دي تجنبنا المسألة خالص بعيد عن الأزهر، الرقابة شافت أن الفيلم فيه مغالطات تاريخية ودينية لا يمكن إذاعته في مصر. بس عايز أقول حاجة تبقى فيه وجهة نظر تاني، هو عدم وجوده في مصر يعني عدم مشاهدته هيتشاف وهينزل على النت وهينزل فيديوهات وسيديهات وكل حاجة في الدنيا، هيتشاف هيتشاف يعني. فكرة المنع ما عادتش فكرة عبقرية خالص، فكرة الوعي هي الأهم، الشغل على الوعي هو الأهم بكتير قوي. العرب أخبارهم النهاردة، العرب اليوم: السبسي الرئيس التونسي الجديد يؤكد أن حركة نداء تونس لن تحكم وحدها حتى لو حصلت على الأغلبية المطلقة، وده اتجاه جيد جدا. السبسي هذا الرجل اللي بيراه البعض أنه كان كبير في السن لكنه يمثل النظام القديم، هو واحد من التنوريين اللي قام بدور في عهد كان وزير داخلية وزير خارجية في عهد بورقيبة، ثم تولى رئاسة الحكومة في أول عهد لعلي زين العابدين. هو رجل سياسي له ثقله في تونس، قال لك انا عنده اغلبيه في البرلمان 39 وشويه ويحتاج الى حزب واحد ينضم اليه حتى يشكل الحكومه، لكن قال من البدايه انا بطالب كل الاحزاب والقوى السياسيه انها تشاركنا التفكير وصناعه المستقبل في تونس، نتمنى لتونس الشقيق النجاح. اما اخبار العالم بقى، وانا عايز اسمع الاخوه بتوع الاخوان المطبلاتيه اللي بيطبلوا الأردوغان وتركيا، وأردوغان نفسه اللي بيتكلم عن حقوق الإنسان، وأغلو اللي بيتكلم عن إن احنا مستعدين نحسن علاقاتنا مع مصر بس مصر تكون عادلة. قولوا لنا العدل اللي عندكم فين؟ تلميذ عنده 16 سنة وجهت ليه تهمة، كان في ندوة 16 سنة وجهت ليه تهمة إهانة أردوغان، وتقدم للمحاكمة وبينتظر عقوبة تصل إلى 4 سنوات. 16 سنة، ده غير الصحفيين اللي اتحبسوا، وده غير القضاة اللي طلعوا، ده غير الضباط اللي القوانين اللي اتغيرت، كل ده عادي يعني. تعالوا نشوف فيديو، وعايز اجري علشان استقبل هشام. فيديو النهاردة واحد من مشاهدينا الكرام بعته لنا، واحد مش حابب يذكر اسمه، ربما يتعرض لإيذاء، يسكن في مدينة نصر بجوار مدرستي محمود تيمور وأمير الشعراء، دول تبع إدارة شرق مدينة نصر. تعالوا نشوف حال التعليم من خلال فيديو بتاع مواطن بيقول إيه. فرجوا كده، ده راشز، أوكي. أنتوا شايفين الطلبة أهم، ده في الحوش. شوفوا الطلبة بيعملوا إيه. حلاوتهم هما بيعدوا من على الأسوار رايحين جايين. امشوا في الشوارع كده وقت المدارس، شوفوا حجم الطلبة اللي واقفين في الشوارع متسربين وهربانين من الفصول قد ايه. واضحة طبعا، لا في قلق ولا الواد بيبص وراه، ولا في مدرس ولا مدير مدرسة ولا أمن مدرسة ولا حاجة خالص خالص. العيال واقفة هي قاعدة على السور وزي الفل، ولا قلقان إن المدرس يشوفه ولا النظر يبعت يجيب ولي أمره. الواد بيرمي الشنطة إزاي؟ والله حرام. والواد ما بيدخلش من بوابة المدرسة، العيال التانية بتنط من على السور داخلة المدرسة، ناس جوه وناس بره ما شاء الله. المدرسين واقفين اهم ما شاء الله. ده مدرس ده ماسك عصايه ولا ايه ده؟ هيعمل بالعصايه دي ايه؟ ما العيال رايحين جايين اهم زي الفل، وقعد المدرسين هيقعدوا يقول لك ولا وجع قلبه، يقعدوا ياكلوا ويلعبوا. يا دي المصيبه، يا دي المصيبه. يعني وصلت العيال مش فارق معاه المدرس، والمدرس مش واخده الحميه كده وتعبان، ده مش محتاجين سوق صحيح. طب بينطوا من على السور ليه؟ ما السور مكسور اهو زي الفل. ايه التحدي الغريب ده؟ يعني يا اولاد بتنطوا ليه؟ يا اولاد ما تخرجوا من بره عادي.
حاجه غريبه قوي. دول مدرستين اللي احنا شايفينهم دول لازقين في بعض زي الفل اهم، نموذج ايجابي جدا، واحنا بنقول ان ما عندناش حل غير التعليم. ده هيجيب لنا الفصول كمان. الطلبه بتشمسه، بيدي نظره للمستقبل من خلال الشباك، وبيطمن على زمايله اللي بيعملوا عمليه عبور. يا سلام، هيروحوا العيال دول بره يعملوا ايه بقى؟ يشربوا سجاير، عكسه بنات. المهم ما حضرش المدرسه، والواد رايح المدرسه، الست الوالده صاحيه من الصبح تعمل له سندوتشات، حاجه ذل. كفايه كفايه كفايه، اسمها مدرسه امير الشعراء. لو امير الشعراء عايش كانت قهر وقال لكم ابوس ايديكم شيلوا اسمي من على المدرسه. طيب، هل دي مسؤوليه وزير التعليم؟ جزء من مسؤوليته، بس ده بتعكس خلل كامل، بيت ومدرسه وتلفزيون والعيال نفسهم، وشكل التدريس ايه، وفين حصص الغياب والحضور وحاجات كده. لا تختاروا طريقه اخرى للتعليم، اللي يجي يجي واللي ما يجيش ما يجيش، هو الخسران. لو التعليم هيبقى له قيمه، الطالب هو اللي هيبقى حريص. ولو الطالب متربي في بيته كويس واهله بيتابعوا دراسته والمدرسه بتبعت لهم تقول لهم ابنكم بيحضر او ما بيحضرش، كانت اختلفت. شوفوا الافلام الابيض والاسود لما كانوا يبعتوا يجيبوا ولي الامر كده ويجوا يقولوا له ابنك اتغيب حصه ولا عمل مشكله، تشوف الاب وهو بيبص لابنه والابن في حاله خجل. كل ده راح للاسف يعني. طيب، خلونا اقول لكم رقم النهارده، رفع 165 مليون متر مكعب من رمال قناه السويس، والهيئه الهندسيه قالت انها بتدرس انشاء مطار دولي في وسط سيناء ومدينه الاسماعيليه الجديده. واللواء كامل الوزير قال ان الرئيس اعطى الاوامر باعطاء فرص العمل للشركات المصريه للعمل على مشروعات القناه الجديده، وان احنا لازم نعتمد على نفسنا والشركات المصريه تبدا تعمل، مؤكدا ان مدينه الاسماعيليه الجديده اللي هتنفذ على 2157 فدان وهتضم 1500 وحدة سكنية ستستوعب جميع العاملين بمشروعات التنمية في قناة السويس الجديدة. وجامعة تكنولوجية هتكون في الإسماعيلية، وبدأوا التنفيذ بالفعل على غرار الجامعات العالمية. النهاردة كمان مجلس جامعة الأزهر انعقد بالكامل في هيئة قناة السويس بحضور وزير الأوقاف والفريق مهاب مميش اللي كرم وزير الأوقاف. النهاردة كان فيه اللوادر الجديدة اللي بتحفر في الارض باعماق اللي الرئيس السيسي اصر انه يجيبها، وقعد يفوض الالمان زي ما بيفوض هنا بالظبط، ونزل اكتر من 20 مليون في الاسعار، وده كان شيء مفاجئ. وحصل على منح لتدريب المهندسين مجانا، واول اسبوعين مجانا. انتوا عارفين قاعد يفوض في تفاصيل؟ الراجل ده غريب، بيشتغلها بطريقه مصر بتاعتي، بلدي ومش هفرط في ولا مليم، والفلوس في خزنته مش عايزه تنقص. ربنا يعينه. النهارده ذكرى ميلاد الشاعر العظيم صلاح جاهين، شاب وعمره 1000 عام. هذا الرجل اللي قال لا تجبر الانسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهارده بيطلبه ويلقاه هو اللي بكره بيشتهي يغيره. ده احمد رزق يا جماعه، الصوره اللي فاتت ده احمد رزق، ده الفنان الراحل صلاح جاهين. هذا الرجل الذي كان يفيض سخرية وابتساما وخفة دم مات مكتئبا. هذا الرجل مرت عليه مراحل، في 67 جاله اكتئاب شديد جدا، لكنه كان عنده قدرة على انه يديك امل وهو محبط، شيء غريب من النوادر. شاعر وصحفي وفنان وممثل في كل حاجة، ورسام كبير طبعا. يا عندليب ما تخافش من غنوتك، قول شكوتك واحكي على بلوتك، الغنوة مش هتموتك، إنما كتم الغنى هو اللي هيموتك. وعجبي أيضا في مثل هذا اليوم 25 ديسمبر ولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام. هذا الرجل الناس تختلف حوله، ولكنه كان وطني من طراز فريد، وكان له كاريزما خاصة. يعني الله يرحمه، الله يرحم رئيسنا الراحل محمد أنور السادات وكل من أعطى وحاول واجتهد حتى
لو أخطأ في بعض. مفيش حد ما بيغلطش أبدا وهو بيحكم أو بيدير. نطلع فاصل علشان أستقبل ضيف العزيز هشام الجخ ونبدأ سهرة خاصة جدا بشعر رائع وإحساس أروع. خلونا في رحلة ممتعة مع الشعر، خلونا نغسل شوية أجواء السياسة ووجع القلب. نلتقي بعد الفاصل. يطير يا عالي في السماء طز فيك، ما تفتكرش ربنا مصطفيك، برضك بتاكل دود وللطين تعود، تمص فيه يا حلو ويمص فيك. انسان ايا انسان، ما اجهلك ما اتفهك في الكون وما اضالك، شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم، وفاكرها يا موهوم مخلوقه لك. عجب اتشرف بحضراتكم ولا حاجه مع حبيبي خيري ان شاء الله في برنامج ممكن. شرف. ايزيس ازاي بتتحمى؟ انساها وتجيني، أسقي بنات الدنيا إلاها، أما العطش يكويني ألقاها هي اللي تسميني. تهديني يوم وردة أديها لفلانة، تجري على حضني أحكي لها عنانة. إزاي بتتحمل غمز البنات وأوعر من غمزهم ردي، جياني ملهوفة ما تلاقي غير صدي، احزن في احضانها وافرح هناك وحدي. يم القليب اتخلق معرفش غير يدي، يم الفؤاد ولاد معرفش غير يعشق، الصبر عدى وزاد يا قلبها المتجاد، معرفتي يوم تزهق. اهلا وسهلا بحضراتكم. ليله، ليله شعر، ليله جمال. الشعر ده عنده قدره غريبه على انه يسمو بالروح. جهزوا نفسكم معايا هشام الجخ، وفي الجزء الاخير من الحوار هنسيب تليفونات وهنسمع قصيده لاول مره. جهزوا مشاعركم علشان نصحى شويه. اهلا وسهلا يا هشام. حبيبي منورني. ازيك؟ وحشني. انت وحشني اكتر، وعجبني على فكره، وبتخسس وبتاع، وانت ماشي الحال. انت بتصغر واحده بنكبر يا راجل. يا راجل انت بس خايف من الحسد. ها حبيبي، حبيبي منور الشاشه. طمنا عليك. الحمد لله فضل الله، طول ما البلد بخير انا بخير، ما تقلقش. انتاج قليل وشائعات كتير، ليه؟ بص يا خيري، فكرة الانتاج ان هو يتحسب بالكم هي مش بتتحسب كده. خيري رمضان في ممكن تأثيره اقوى من مذيعين كتير بيعملوا 4 أو 5 برامج في 4 أو 5 قنوات. انا بتكلم كلام انت فاهمه والناس كمان فاهمه على فكرة. هي مش حكاية عدد، مش حكاية ان انت كل يومين تكتب قصيدة. مسؤوليتك امام الشعر، ومسؤوليتك ان انت بيجي ليك جمهور بيسمعك بيحبك بيصدقك، بتخليك بتكتب وترمي وتكتب وترمي وتكتب وترمي لحد ما تكتب، فتبتدي تحس ان لا، ده اللي ينفع اقوله للناس، ده اللي ينفع اطلع على الناس بيه. اما الاشاعات فالاشاعات بتطاردنا كلنا، يعني مش انا بس يا خيري. طبعا لا احنا ماشي، لكن انت يعني كان عليك حاله كده. هل تعتقد ان بعد 30/6
الدنيا متغيره قوي، انعكست عليك كشاعر؟ بص، بعد 30/6 في حاجات لازم ابطل اعملها. بعد 30/6 في قصايد لازم ابطل اقولها. يعني مثلا قصيده انا اخوان اللي هجمت فيها محمد مرسي واداره الاخوان للدوله، وقلتها في كل القنوات وقلتها عندك كمان، اذكر طبعا انا ذاك، يعني القصيده مكتوبه 8/5 فما لحقتش يعني 30/6 على طول مرسي مشي. انا ما قلتش انا اخوان من بعد 30/6. ليه؟ هو الشعر مرحلي، هو شهاده سياسيه. لا، ما هتفضل عايشه طول الوقت. لا، علشان مش جدعنه، مش مرجله. قصيدة أنا إخوان أنا شدت فيها في محمد مرسي، بس أنا شدت فيه وهو رئيس، لأن أنا ماليش علاقة بيه. يعني أنا ماليش علاقة بمحمد مرسي اللي هو شخص سيء. مسألة مش شخصنة خالص. تمام. هو رئيس، لما ما يبقاش رئيس مش جدعانة بقى. أصل هو بعد ما بعد ثورة 30 يونيو اللي في ناس مصرة إن هي ما هياش ثورة يعني، لكن هي 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 ثورة، وغصب عن أي حد هي ثورة. بعد ثورة 30 يونيو في أصوات كتير طلعت ضد الإخوان وضد مرسي وضد مش عارف إيه، أصوات طلعت ما كانتش موجودة. ما كانتش موجودة، بس أنت كنت موجود. ما هو أنت كنت موجود وقلت، وهو رئيس، هو ما عادش رئيس. يعني انت فانا اخوان بتقول مثلا، فسيبك من اللي بيجاملك وبيهيس وركز لي واسمع كلمتي كويس، انا الثورة اللي عملت منك الرئيس لما كان رئيس. تمام. هتيجي النهاردة تقول له انا الثورة اللي عملت منك ايه؟ ايوه، ما اصل القصيدة مش رأي سياسي متغير. القصيدة هي شهادة على مرحلة. طالما انت كتبت هذه القصيدة، لو بعد 10 سنين عايزين يشوفوا مرحلة ما قبل سقوط الإخوان، حيلجوها. هتبقى القصيدة جزء من هذه الشهادة، حيلجوها. فإذا قراءتها أو إنك تقولها، ده مش معناه إنك ما انتش شاه وما انتش فارس. توثيق القصايد بتواريخها. ما هو ما أنا لما قلتها عندك، ما أنت تاني يوم نازلة عندك في البرنامج بتاعك على اليوتيوب. صحيح. بتاريخ كذا. تمام. فوالله في هذا التوقيت هشام الجخ قعد مع خيري رمضان، والتاريخ موجود، والراجل دون قال كذا، بس خلاص. عمرو عزيز بيقول لي قصايد، ما هو عمرو مش هيسيبني النهارده طبعا. لا، بيقول لي ما عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى. طبعا طبعا، اغاني كانت موجوده طبعا. واحلب يعني، في حاجات بتفضل تعيش، وهذه قصيده لازم هتفضل جزء من التاريخ، مش هتقدر انك ما تقولهاش تبقى مش موجوده. طب ما هي بتاعتك. ما علينا. يعني انا شايف ان الراجل اللي ينتقد الحاكم في وشه، لما الحاكم يمشي، لما يخش عليه دم، خلاص ما عادش حاكم يعني. هل الواقع السياسي احيانا يفرض على الشعر ان يكون مناضلا؟ لا، او سياسيا. حبيبي، الشاعر هو العاكس الحقيقي لمشاعر الناس. اوعى تفتكر ان هشام الجخ لما جه جحا مثلا ايام حسني مبارك، ان ما كانتش الناس جعانه بالفعل وتعبانه بالفعل وبتعاني بالفعل، كان في حد يسمعوا. جحا اتسمعت ايام حسني مبارك عشان كانت الناس حاسه ده، مكملين اتسمعت ايام المجلس العسكري لان الناس كانت حاسه ده، انا اخوان اتسمعت ايام محمد مرسي لان الناس كانت حاسه ده، المكالمه اتسمعت بعد 30/6 ما قبل في فتره عدلي منصور، لان الناس كانت حاسه ده، كان في خناقه بتحصل والناس هي اللي بتدفع ثمنها. اوعى تفتكر ان الشاعر بيبتكر وجع، الشاعر بيعكس وجع. لو الوجع مش في الشارع، انت محدش هيحس بيه، مين هيسمعك يعني. صحيح صحيح. المكالمه قالوا انك فيها بتنتقد الجيش او بتهاجمه، وتعرضت الكلام كده. انهو جيش بس عشان بس عندنا جيش واحد، جيش مصر العظيم، اللي هو الجيش اللي بيحمينا ده. الناس اللي بيموت على الحدود، اللي بيموت وانا وانت قاعدين في التكييف، في التكييف. الناس دي انا المفروض اهاجم دول؟ في بني ادم، في بني ادم عاجل ينفع ان هو يهاجم دول؟ انهو جيش؟ ايه منطق ان هشام الجخ بيهاجم الجيش؟ ايه الجملة دي؟ ايه الجملة دي اصلا؟
جمله وحشه قوي. هزي يعني هزي. هو مين اسره فينا ما فيهاش ضابط جيش او عسكري جيش او مجند جيش؟ مين فينا اهاجم مين؟ اخبار الحب ايه؟ يعني السياسه واخدانا على طول كده. مش بقول لك انت مخسس احنا قلبنا نشف. لا يا اخي احنا عمر قلبنا والله عمر قلب المصري. انت عارف هو غذاء القلب ده الكلمه الحلوه الاحساس الحلو. طب اسمع اسمع هات اسمع اسمع قول. ان كنا هنحب شويه يعني. ارجوك ما تزعليش لو جم قالوا لك انه مش باين عليه اثر الفراق وانه مش بيجيب في سيرتك وانه عادي. نقول تاني ما تزعلي. ايوه يا راجل سيب الورق يا راجل سيب الكلام ده. ما تزعليش لو جم قالوا لك انه مش باين عليه اثر الفراق وانه مش بيجيب في سيرتك وانه عادي. لا بان عليه اثر الفراق ولا فيه الم ولا فيه اشتياق. حجاش قصيده كتبها فيكي هي دي اللي طلعتي بيها. اما هو خلاص نسيكي عدت ولا حيشتريها. واحنا قلنا لك زمان ما بتسمعيش فما تزعليش. ثم هو ما كانش نجوى ما كانش نجاوة يعني. ثم هو ما كانش نجوى كان بيتأخر عليكي بالساعات وكان مفلس وشكله يعني ما كانش هو ما كانش نجوى. كل أصحابك عبوه أهو غار في داهية وبكرة يركع تحت رجلك سيد أبوه. بس يمكن كان حنين حبتين حبتين حبتين. كان برضو بيسخف عليكي كنت فين ورايحة فين وجاية فين. بس كان بيبان عليه لما اسمك كان بيجي في الكلام تلمع عينيه. بس برضو كان سجيل كان سجيل ما كانش بيقدر ظروفك. كم مرة قلتي مستحيل ويصر برضو انه يشوفك. وما تزعليش من قساوة الدنيا وعنادها العجيب. أنا كنت فاكر نفسي أقوى من النصيب وكنت بتمصمص على اللي ما كملوش. مين كان يقول إن النهاية تكون فشوش؟ أنا لسه فاكر وقفتك وسط البنات فاكر هدومك وابتسامتك والكلام حتى السكات. إذا كان فراقنا صح فيكي كام وجع أنا كل ليلة بتذبح بالذكريات. أنا عندي ركن بحط فيه كل الحاجات كل القصايد والألم كل البلات. جيت أركنك جواه رفض وما كفكيش فما تزعليش. وإن جم قالولك إنه مش باين عليه أثر الفراق ما تصدقيش. أنا لما سبتك كل حاجة اتغيرت. ريحة الدكاكين القديمة والشوارع والبيوت كأني ببدأ من جديد رحلة حياتي أو بموت. حسيت كأني نهيت حياتي خنكتها. أنا كنت متخانق معاكي وقتها ما كنتش أقصد أقولك امشي ما ترجعيش. بس انت كنت صغيرة ما فهمتنيش. الطبع غلاب وانت عارفة كنت لازم تعذريني. مش فاكره نانا وجرحها طبان عليا بعدها. مش كنت بتنطط واغني والناس تشوفني تقول حجر زي الناس تشوفني تقول حجر ولا اتوجع ولا اتكسر زي الجبل ما بينحنيش ما تصدقيش. انا لما سبتك كل حاجه اتغيرت. ريحة الدكاكين القديمة والشوارع والبيوت كأني ببدأ من جديد رحلة حياتي أو بموت. حسيت كأني نهيت حياتي خنكتها. أنا كنت متخانق معاكي وقتها ما كنتش أقصد أقولك امشي ما ترجعيش. بس انت كنت صغيرة ما فهمتنيش. الطبع غلاب وانت عارفة كنت لازم تعذريني.
معرفتش اترجاكي وانت بتذبحيني. ربونا على الهيبة وعلى الحب بجيامة، واني لما البت تتجى اليوم عليك بالسلامة، صدقيهم لو قالولك اني عصبي او فلاتي، اني بعرف الف واحدة وقلبي بيغير يماتي، صدقيهم لو قالولك اي كذبة عن حياتي، بس اوعي تصدقيهم لو قالولك انه كان كذاب معاكي محبكيش، ونجوم قالولك انه مش باين عليه اثر الفراق، وانه مش بيجيب في سيرتك، وانه عادي ما تصدقيش. الله 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 الله. طب هو السؤال صدقت ولا ما صدقتش؟ يعني بعد اللي قلته لها ده فهمت؟ مش بقول لك انت بتخسس اليومين دول. طب كبرت ولا لسه صغيره؟ شايف المشاعر والحب ازاي في حياتنا دلوقتي؟ يعني انا شايف ان في حاله من التكاوي في المشاعر شديده جدا، شايف ان اللغه اختلفت قوي، شايف ان الكلام العميق بالمعنى ده محتاج واحده كبيره بجد عشان صغيرين. بص يا خيري، انا فرصه بتكلم مع حد من جيلي من سني، احنا عشنا ايام غير اللي عايشينها الشبان الصغيرين بتوع اليومين دول. انا مسكت موبايل وانا عندي 21 سنه. 21 سنة ده يعني عايش تجارب بقالي ما يقلش عن 5-6 سنين. هو احنا كنا بنعمل ايه قبل اليومين دول؟ قبل الواتس والموبايلات والفيس وتويتر احنا كنا بنعمل ايه؟ يعني مثلا احنا كنا من مشاهير الجمل اللي بنقولها واحنا بنسلم على حبيباتنا انذاك واحنا بنمشي، كانت الكلمة المشهورة جدا انا هشوفك امتى. الكلمة دي ما عادتش خلاص، يعني انا هشوفك واتساب بقى وبتاع يعني خلص لما اشوفك ابقى اشوفك. يعني ما كانت كان في شكل للعلاقة، كانت العلاقات صعبة اصعب من الايام دي، فكانت اغلى، فكان ليها طعم يختلف عن الشبان بتوع اليومين دول. انت طبعا واحد من الشبان بتوع اليومين دول. انا لا من عجوز. انت شباب، انا عجوز. فطبعا اكيد في يعني اكيد في فرق في سهولة العلاقات الايام دي مخلية المسألة على تعبيرك يعني تكاوي. ليه الشاعر يلجأ الى كتابة مقال؟ ده بيبقى بيهرب ولا اللغة مش طيعة ولا اللي عايز يعبر عنه مش نافع شعرا ولازم يبقى اكثر وضوحا وحدة؟ كويس ان انت اثرت ده. انت قصدك تقول انت ليه خدت سنتين بتكتب مقالات في جريدة اليوم السابع؟ تمام، من الاخر ماشي. بص، الفترة اللي انت بتتكلم عنها اللي انا كنت بكتب فيها مقالات كانت الاحداث فيها لاهثة وسريعة لدرجة لا تتناسب مع الشعر. مش كل يومين حكتب قصيدة، لكن اقدر كل يومين اكتب مقال. نعم. اقدر كل ساعتين اكتب مقال. فكانت وجهة نظري انا ذاك يعني ان في حاجات في دور وفي في في مس في مسؤولية وقع عليك، لان انت ليك جمهور وليك ناس بتحب تعرف رأيك وبتحب تشوفك وبتحب، فمش حاجة اقعد كل شوية اتنطط في التلفزيونات علشان، خلينا الصراحة يعني، عشان ما احرجش حفلاتي يعني. انت جزء من حفلاتك ان الناس مشتاق ليك، بتيجي تشوفك، فانت لو فتحوا الحنفية طلع لهم هشام الجخر في التلفزيون انت كده اتحركت. فكان صعب اني انا اوصل للناس اتواصل معاهم بشكل اللي احنا عاملينه ده، اني اطلع في التلفزيون واحكي معاهم، وفي نفس الوقت صعب ان انت تكتب قصيده كل 3-4 ايام كانت اياميها الاحداث متسارعه جدا يا خير. فلجأت لفكره اني انا اكتب مقال، وبصراحه ما كانتش الفكره فكرتي يعني. انا كلمني خالص صلاح وقال لي يا هشام عايزينك تعمل كذا، فانا حسيت ان ليه لا يعني، ليه ما نوصلش للناس بالشكل الـ 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 الاسرع
من الشعر، والشعر كمان فيه كارثة، حاجة شبه المكالمة كده يعني. بص أنا لما كتبت المكالمة عشان لمست ناحية بس إيه تمام يا فندم وبتاع ومش عارف ايه، قال لك اوبا هشام بيهاجم الجيش، رغم ان القصيده مالهاش ما فيش حد يقدر يهاجم الجيش اصلا. فهكذا الفكره يعني، انت في المقال لا واضح يعني كلامك واضح وبين وخبري وما فيهوش صور وما فيهوش مكنونات ما خلف المكنونات، ما هو الشعر. فكانت الرساله ابسط وكانت الرساله اسهل وكانت الرساله اسرع اوضح للناس. من الشعر بقى، الشعر صورة تفلت منك كده، حاجة تبقى انت تقصد شيء وتتاخد بمعنى تاني، ودون في الشعر موجود يعني. صحيح. طيب جهزوا مشاعركم. يعني ايه جهزوا مشاعركم؟ يعني سيبكم الواتساب والرسائل وحاجات كده، واللي وحشاه امه او اللي فقدها او اللي مقصر معاها او اللي مش عارف يعني ايه ام، او اللي عايز يصحى من الجمود والخشونة المشاعر، يسمعنا الفاصل الجاي ده عشان قصيدة خاصة لأول مرة هتسمعوها من هشام الجاخ. وبعدين أعدكم ان في جزء هناخد تليفوناتكم تتحاوروا مع هشام، نفتح الدنيا وتبقى سهرة خاصة. نلتقي بعد الفاصل. انسحبوا، كان اللاسلكي بعيد والعسكري ما سمعش. انسحبوا، شوف العجب يا اولاد، العسكري ما رجعش. انسحبوا، اطرش ده ولا صنم، ارجع يا جندي بيادة، دخل العدو العريش، ارجع خلاص بزيادة. العسكري سامع لكنه واد مجدع، شال اربيجيه وضحك، اشمعنى انا اللي ارجع؟ وقف الزمن مذهول ساعتين بيشاهد، الجندي قام كبر، المدفع تشاهد، الدبابات ظهرت، ارجع يا جندي نظام. ده كان كلام القيادة وده برضو وقت كلام. وقف الولد ددبان، يا سادة يا سمعين، صادهم كما الدبان، محروس يا واد ملعين. انطردي الآن من الجدول، موتي فالكل هنا ماتوا، وأنا اعتدت حياتي أرمل، واعتدت الهجر بلا سبب، وبرغم الحيرة لم أسأل، وظللت أسجل أسماء وأسطر خانات الجدول. ضمني إحساسك ما شئت، فأنا ملك لا أتوسل، لا أبكي لفراق حبيب أو أترجى أو أتزلل، رقة شعري قول إفك، ففؤادي من صخر جندل، علقت نساء في سقفي وجلست فخورا أتأمل، وغزوت عيولا لا تغزى، غافلت رموشا لا تغفل، وزرعت النسوة في أرض لا آخر فيها أو أول، ديكتاتوريا إن أبخل، وقعت أنا صك الهجر، فالحاكم يعزل لا يعزل، فانطرد الآن من الجدول. اهلا وسهلا بحضراتكم. كان زمان حكايه الحاكم يعزل ولا يعزل دي، دلوقتي الحاكم يعزل يعزل يعزل، بقت سهله. هشام، غبت عن الكتابه عن الشعر، ثم خطفت او اتندهت، جيت منين؟ بعد غياب جاءت القصيده الجديده. انا بكتب على طول يا خيري، ما احنا خلاص احنا ارسنا المبدا انك احتراما لجمهورك، زي ما انت بتفلتر حاجات كتير، انت ما بتعرضش كل اللي فريق الاعداد بيجيبه لك، انت بتفلتر احتراما منك للناس. انا كمان بحترم جمهوري، يعني بحترم اصحابي، مش كل ما هكتب هطلع اقول هي انا كتبت حاجه جديده، بس كتبت حاجه كبيره بقى.
النهار بإحساس عالي. طب بعد ما صليتش العشاء؟ أنا عمري ما كتبت لوالدتي رحمة الله عليها. الله يرحمها. عمري يا خيري. وكنت وكان جزء من اللي بيخليني مش بكتب لأمي، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها واسع مدخلها. جزء من اللي كان بيخليني ما اكتب لهاش اني هكتب لها ايه؟ ليه يتقال لها ايه؟ يعني كلام صغير. الكلام كله صغير. الكلام كله صغير. ففضلت وقت طويل لحد ما استقريت على مشهد. ايه هو المشهد؟ ما انت خلي بالك برضو الشعر برضو مداخل، يعني انت برضو طبعاً. لازم المفتاح تمسك المدخل اللي ما حدش دخل وجابلك. فمسكت المشهد بتاع امي رحمة الله عليها وهي دائما ابدا بتتهمني اني ما صليتش العشاء. كان عندها هذا الهسس رحمة الله عليها، يا ابني قوم صلي العشاء الوقت هياخدك وهتدخل تنام. كان عندها هذا الهسس على طول. لا ده كانت احيانا تصحيني من النوم. انا والدتي كانت نظرة المدرسة اللي انت انا فيها وكانت على طول المشهد بتاع شكلك طبعا ما صليتش العشاء. طبعا انت ما صليتش العشاء. فسميت القصيدة كده طبعا ما صليتش العشاء. واخدهم خمس مشاهد، هم يعتبروا اقوى خمس مشاهد جم على بالي مع والدتي. ركز في التواريخ لان التواريخ مهمه جدا. المشهد الاول، هم خمس مشاهد. المشهد الاول، اول سبت من الدراسه، كانت على ايامنا احنا الدراسه مفيش اجازه السبت، اول خميس. اول سبت في الدراسه سنه 1982، ركز معايا بس، اول سبت من العام الدراسي سنة 1982 كانت ككل نخيل بلدتنا تطل علي من أعلى سماء، وأنا أجمع لعبتي وأعيد تشكيل البناء، وقد اصطففنا في طبور الصبح ألهان الغناء. في الطابق العلوي وقفت هيبة كفنار بحر يرتدي زي النساء، وتراقب الطابور في حزم وصمت بار عين، فتستقيم زهورنا يعلو الهتاف تحية العلم المرفرف في الفناء. بإشارة منها يقود مدرس الألعاب ذو الصوت الجهور الصف نحو فصولنا، وبنظرة منها يدق العامل الجرس ابتداء الحصة الأولى. من أين يأتي كل هذا الحزم في نظراتها؟ وأنا أراها كل ليل تطفئ الأنوار من حولي، وتصنع خيمة من حبها، وتحيك دفء حنانها فوقي غطاء. وعلام يخشون الأساتذة الكبار وجودها، يعدلون من هندامهم ويراقبون الصف عند مرورها. أنا لا أراها مثلهم، ما زلت لم أفهم حقيقة كونها أمي وناظرة بمدرستي. فأنا كطفل لا أفرق بين أحداث الصباح وبين أحداث المساء، لكنني ما زلت أذكر جيدا غضبي ودجري كل ليل حين يغلبني النعاس، تهزني وتتهمني أنني دوما أنام وقد سهيت عن العشاء، وقد سهت هي أنها ما تزال على يديها من وضوئي أثار ماء بعدما صليت يا أمي العشاء. المشهد الثاني، 6 أكتوبر سنة 1985، 6 أكتوبر سنة 1985 يوم أجازة، يوم أجازة، لمت خالاتي عندنا أو عند ستي، كلام حريم، أنت خدتي وأنت جبتي. أبويا كان يحس بلمة العيال يطير، وجواز خالاتي هكذا يوصلوهم عند بير السلم بالكثير.
معرفش ليه بيقولوا على باب العمارة انه بير. المهم عيال خالاتي يجولنا بدري وابويا ينزل وانا الكبير، انا اللي اقول مين اللي يوقف وانا اللي اقول مين اللي يلعب، انا اللي اقول مين اللي ياكل وانا اللي اقول مين اللي يشرب. كنت اكبرهم وهم عيال يا عيني صغيرين. انا كنت ارخم طفل عنده 10 سنين. لما غيب عن عين خالاتي يا اما تلقاني في مصيبه يا اما بعمل مشكله. كنت عايش طول حياتي اسئله: ماما بنصلي ليه؟ ماما مين بابا حسني؟ ماما يعني ايه عابر سبيل؟ ماما يعني ايه راجل اصيل؟ عيل فصيل. كنت بسال اسئله ولا ليها رد ولا ليها عازه. بس السؤال اللي سالته وقتها كان مهم: احنا ليه واخدين اجازه؟ لمعت عينيها ساعتها لمعه بحبها. اللمعه دي على طول بتظهر لما بعمل حاجه امي تحبها، لما بنجح، لما بسال، لما بتنرفز على اخواتي البنات لو حد كركر، لما بعمل اي حاجه تحس فيها اني بكبر. لفت على الكرسي اللي عمر عندنا 20 سنة وبدأت حكاوي ودندنة. ساعتين حكاوي ودندنة على اللي اتضرب واللي اتفنى واللي اتهدم واللي اتبنى، ابطال هنا وشهداء هنا، وانا ودني اصلا مش هنا. كانت ماما نجوى بتبتدي، كانت ماما نجوى بتبتدي، وانا الا دي الا دي. انا لسه حسمع حرب واكتوبر وخط برليف وارض سينا ومين حماها ومين خطفها، دي حكاوي تافهة، كلام تجيل وكلام مجعلص. ونجوى جت انا عايزة بقلص. هربت من نص الكلام، هربت من نص الكلام، لكني فاكره. انا كنت عيل صحيح، لكني فاهم الكلام من اوله ولحد اخره. ان اسرائيل سرقت سلامي، وان اسرائيل قتلت عمامي، واننا زي النهارده خدنا طارنا، داقوا نارنا، عرفوا طعم جند مصر في المعارك، وان سوريا والجزائر والعراق والخليج وكله كله كله شارك، واننا بعد ما فزنا، بعد ما فزنا، بعد ما شافوا الوحده بتوسع نفوذنا وعالمنا بيرفرف عليهم تحت عيننا، دبوا نار الفرقة بيننا. كنت عيل بس فاكر، كنت بلعب بس شاطر، كنت بحضر ماما نجوى وبابا ماجد، كنت نام احلم بجنجر واني حكبر ابقى مارد، اجمع العرب اللي تايهين صف واحد وابقى قائد، كنت نام احلم بموقع تحطين واني الامير هشام الدين، ومعايا جيش وسع المكان ملوش لا اول في الشمال ولا في اليمين، باشاره من سيف الحصون متدشدشه، واشاره من ايد الجموع متفركشه، واشاره من امي اللي جت بتهزني وتقول لي طبعا نمت قبل ما تصلي العشاء. المشهد الثالث: 1 أكتوبر سنة 1989، 1 أكتوبر سنة 1989. مين يا أخويا؟ عيد ميلادك؟ عيد ميلادك؟ والله خلفت وعلفت وانت أطول مني عايز عيد ميلاد. امشي يا في إعدادية ولسه بتفكر يا شحط في عيد ميلاد؟ روح لأبوك، روح لأبوك، كلمه في الشغل قل له وانت جاي عدي هات لي نفاخة، شوف العيال لما تكبر تتملي مساخة. ثم أصلا إيه اللي خلى يوم ميلادك اسمه عيد؟ يكشي فاكر يوم ميلادك اختفت نار المجوس، ولا حد قال لك ان لقينا يومها شوال فلوس؟ ده احنا كان العيش يا دوبك والغموس، كنا مش لاقيين نجيب لك هدمتين. ايه دي السعاده اللي انت فيها دي؟ جايك منين؟ ده احنا افقر فتره عشناها في حياتنا حملي بيك، افقر فتره عشناها في حياتنا حملي بيك. كانت البلد ولا فيها زيت ولا فيها سكر، والجو بيننا وبين كل العرب
كان شان وعكر، والسادات كان كل يوم شدوا الحزام شدوا الحزام، والإعارات اللي كانت في الخليج رجعوا لنا تاني، والجنيه الجنيه ما بقاش يجيب ولا جوز حمام ولا نص ضاني، كنا دايرين نستلف من القريب ومن البعيد، خليته عيد. بس عارف لما قالوا جه ولد ظهر اتسند، رغم اني كنت مخلفة قبلك بنات كنت انت بكري، رغم اني كنت مخلفة قبلك بنات كنت انت بكري، ابوك حريم وكلهم جابوا الولاد بدري، وجدتك في غياب ابوك كانت تلقح بالكلام، وانا طبعا اهري، وحتى لو ما قالتش حاجة احنا ستات اوعر كلام بنقوله بنقوله بسكات. ما كانش ابوك يعرف يا ولدي انهم سموني بينهم ام البنات، وما كنتش اعرف حظي الاكبر ان خلفة الولاد حتجيب لي نطع يقول لي عايز عيد ميلاد عيد ميلاد. اسمع يا ولد اسمع وركز في الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفل بعيد ميلاده زيك تمام، ازاي؟ بالصيام بالصيام، يعني انت بكرة تجيني صايم، عيد ميلادك يعني تقوى مش جاتو وباتو وعزايم، ولا اقول لابوك على الدرجتين اللي نكسوا في التاريخ، اقول لابوك على الدرجتين اللي نكسوا في التاريخ، عايز تعلق نفخات اجيب لك النفيخ، خش ذاكر خش ذاكر، ايوه وتنغوش وخبط في البيبان، هو يعني ابوك مسافر بس يجي وكل ده هيوصل له؟ حاضر. تاني يوم الصبح وانا نازل ورايح المدرسه لقيت على السفره كيكه مقطعه ومكيسه، قالت لي خد طفح صحابك ما انتوا جيل العيد ميلاد جيل ما يعرفش الخشه. قل لي صح انت نمت الساعة كام؟ شكلك ما صلتش العشاء. المشهد الرابع 24 ديسمبر 2004 24/12/2004 النهاردة عرس مش زي الخطوبة، مش كله رقص رقص رقص، والبس فانيلتك مقلوبة وما تطلعش حد تاني شقتك، مفتاح حماتك تاخده وانت في سكتك، وابعت لي ود اختك يغير صندوقين. حسن سالني على السجاير قلت له معرفش فين. كلمت خالك كلمت خالك، اخر مكالمه قالوا لي وصلوا المنيا خلي بالك. بعت حد على المحطه؟ بص طيب انا كنت ناوي الليله اعشيكم ببط، بس بصراحة لقيت حماتك جايبة أكل أسبوعين، افترى وفرتيك فلوس وحتاخدوا عين، قلت أشيلها في الفريزر حبتين. حلوة بدلتك عليك حلوة بدلتك عليك، ما شاء الله بدر وهل ضيه، شبه أبوك بس أنت فين؟ هو أبوك كان حد زيه؟ عارف يا ولدي عارف يا ولدي الواحدة فينا بتبقى فاكرة يوم ما بتجوز ولدها بتبقى فرحة، والجناين تبقى فرحة، والحمايم تبقى سرحة. فين يا ولدي؟ ليا أسبوع شيل وحط وسلق بط حتى ولا غيرت طرحة. البنات جوازاتهم أسهل البنات جوازاتهم أسهل، في القليلة كنت وسط عيلتنا قبلي كنت لاقي اللي يلفيني اللي ساعدني اللي جاوب لي، كان نفسي أجوزك هناك واتباهى بيك وكلهم يجوا الفرح ويباركوا ليك، بس انت طفشان من زمان انت طفشان من زمان وملكش صحبة، زي جدك الكبير كان غاوي غربة، كان يختفي شهرين ثلاثة لا كنا نعرف أرضه فين ولا حد يعرف خط سيره، لف أرض الله بطولها وعرضها، ولإن ستك ست صانت عرضها ربك ما بهدلهاش، ما خدش روحه إلا في سريره. أصل أصعب حاجة يا ابني لما الست تبقى تايهة عن رجلها، المرض والفكر والأحزان تجلها. اسمع يا ولدي
اوحش لحظة هتعيشها في حياتك لو بعدت عن مراتك. والبعاد مش في المكان، البعاد لو جت في حضنك وانت بخلان بالحنان. افرح يا واد، افرح يا واد، وافرد دراعك على الرجال ولم عيلتك، الليلة ليلتك. والله ما منعني ارقص كالعيال غير بس هيبتك، لا يقولوا امه اتجننت ولا جاها مس، مين حيفهم اني عمري ضاع عشانه بس. افرح يا واد، الليلة ليلة فرفشة، بس وعى ياخدك الكلام والدردشة والنغنشة والوشوشة، والفجر يتسحب عليكم قبل ما تصلوا العشاء. المشهد الخامس يا خوفي منه. المشهد الخامس 25/3/2009، 25 مارس 2009، كل الدكاترة قالوا خير، ما عندهاش ولا أي حاجة ولا حتى محتاجة لدواء، ما احنا عارفين شهر مارس والهوى، شوية برد ما يستهلوش، والسن برضو ما تنساهوش. أول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من الجوي. عجزت يما، عجزت يما وشاخ جريدك، ده انت لسه ماسحه الشقه بيدك. عجزتي فجأه، ده احنا كل جمعه نبوس ايديكي عشان نوضب شقتك وتقولي لا. عجزتي فجأه ومالك بيضيتي ليه؟ ياك حتى بودره، مش كنت زيي سمره؟ الدكاتره، الدكاترة مش بيقولوا حاجة بينا، وأنا قلبي متوغوش وحاسس إن أمي فيها إنا، ما لو ما فيهاش شي نقلق عليه، حجزوها ليه؟ رسمت الضحكة، أول مرة أحس دماغي بتشقق وتفكيري بيعمل صوت، ما صدقتش ولا تخيلت وأنا واقف في ساعتها بانه الموت. رسمت الضحكه بزياده، رسمت الضحكه على وشي وبزياده، دخلت عليها عرفاني انا الكذاب كالعاده، مين يكفشني غير امي اللي خبزاني وعجناني وخالعه بيدها اسناني، فعرفت بس من عيني انها شهاده، وشهدت يجي 100 مره. ساعتها كل إحساسي اللي كان محبوس طلع بره، وهاجت ذكريات عبت عيني دموع، وإحساس الطريق اللي ملهش رجوع حاولت أخدعها واستهبل، بقالك عمري بتمثل وهي معيشاك في الدور وصدقت إنها بتتخم، يا راجل خلي عندك دم، دي حافظة عنيك وتقطيعك وتهتهتك وألعيبك، مش هاين عليك الويل، عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبنش في عينيها العذاب والهم، يا راجل خلي عندك دم. كانت بصالي في عينيها السنين بتفوت، وجوايا الكلام من كتره عدى سكوت، كم نفسي اقول اسف، اقول ندمان، اقول خجلان، واقول لك اني يمايا بحبك حب مش معقول. ما عرفتش ساعتها، الحلق كان مكفول، لكن القلب كان مفروط على قلبك وكان بيقول بحق حروف ايات الله اللي حافظها على يدك، ومن ايام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك، وفرحت خدي يمايا وهو نايم على خدك، وقسما باللي قام حدي وقام حدك ما حبيت في الوجود قدك. جاي دلوقتي تتنغوج بتستعجل في ساعة الموت وتتلهوج، ما بنحسش بقيمة الثانية غير بعدين، وتسرقنا الحياة ما نفكش غير والموت
مبكي العين يا شاجه القلب ومسافره، خدتني الغربه من حضنك سنين كافره، نسيت نفسي انا اسف. قالولي الغربه يا مايا، قالولي الغربه بتعلم دروس وحياه، وان الغربه يا مايا دي طوق ونجاة اتاريها حزام ناسف. انا اسف، معادنا يما في الآخرة. وهي الدنيا ايه يما، حاجة منهتة ومعافرة؟ خلاص خلينا للآخرة، حتى تكوني محلوة وعليك العين، ووريك العيال يما بيجوا بالتين، وجبت الواد يا ستي عشان ما تتضايقيش. حوصيهم خلاص يما ما تخنجنيش. أفراد عيلة هشام المدهشة دي تعليمات جدتكم المفتشة، ممنوع تناموا في أي يوم أي يوم قبل ما تصلوا العشاء. الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. بتحلم بايه؟ يعني هشام نفسه يكتب قصيده تخبط في العالم العربي كله فتعمل احساس واحد. انا مش هتكلم سياسه في حضرتك لان انت ابلغ مني وانت اكثر الماما مني بالاحداث، لكن انا هقول لك دورنا كواحد من فناني الوطن العربي. لما كتبت التأشيرة في مسابقة أمير الشعراء في أبو ظبي، أنا كنت عارف إني هخرج هطلع من المسابقة بدري، فحبيت بس أوصل يعني ألحق أقولها وأمشي. ألحق أقولها وخلاص، وطيرتي محجوزة يعني. فلما قلنا كنتش عارف اني هكمله، لان كان اللي معانا كانوا عمالقه يعني، كانوا دكاتره ادب مش الحكام المتسابقين، فما بالك لجنه التحكيم يعني. كنت بحلم باني، مش بحلم عشان كلمه الحلم دي بتبقى بعيده المنال وبتاع ومش عارف ايه. بص يا خيري، وعد بلفور كان 1917، من 1917 لسنة 1945 اليهود بيتحرجوا. مين كان يقول ان سنة 48 يبقى ليهم دولة؟ الحاجات بتحصل يا خيري، الحاجات بتحصل، لسه بتحصل، بس لازم ورا الاحلام وورا الاهداف، مش هنسميها احلام، ورا الاهداف يبقى في رجالة عندها صبر ان هي تمشي ورا المشوار بتاعها. انا مش انا رابطة محبي هشام الجخ، وانا خلاص عملنا حملة مع الغاء التأشيرات بين الدول العربية، سافرنا بيها كل الدول العربية يعني لو استثنينا جيبوتي والصومال وموريتانيا ان شاء الله في السكة ليها، والدول اللي ما بينفعش نروحها اليمن سوريا ليبيا علشان الاحداث الحاليه يعني. لكن طب يعني الحل ده وانت قاعد تدور لي على دول متفتته تعتقد ان التاشيره هي الحل؟ ما هو انا بقول لك ان سنه 45 اليهود بيترموا في القاطرات بيتعملوا وقود، سنه 48 ليهم دوله. نعم. ثلاث سنين مش في عمر الشعوب بجد، ده ثلاث سنين في عمر الانسان ولا حاجه. ايوه يا خير، ايوه الحاجات بتحصل كده، المحن بتطلع افكار وبتطلع المحن بتغير تاريخ امم.
في 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 يعني احنا مش في معرض اني احكي لك على حاجات ما تتخيلهاش تاريخيا. يعني هو 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 بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام شبه الجزيرة العربية معظمها يرتد والدنيا تبقى ولعة، وسيدنا ابو بكر يصر ان هو يطلع الجيش يروح يحارب الروم. الله، هو ده المنطق. فالجيش وهو متجه شمالا، منطق الحروب انا ذاك ان كان تلت الجيش يطلعوا في تلتين بيبقوا مأمنين. سيدنا ابو بكر امر بان الجيش كله يطلع. فلما كانت البلاد اللي بيعدي عليها الجيش شمالا مجرد بس ان الجيش بيعدي، فالناس بتشوف الله لما هم مطلعين الجيش ده رايح يحارب الروم، امال عندهم ايه في المدينه؟ كله رجع. ما فيش حرب يعني، ده مجرد انا بتكلم على الـ على الـ على شمالا يعني. هو ده الارهاب، ترهبون عدو الله. هو هو لا. هو هو ربنا رايد يعني، في 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 حاجات بتحصل تاريخيا ما تستبعدش ان دلوقتي اليمن فيها احداث، وليبيا فيها احداث، وسوريا فيها احداث، ما تستبعدش فجأة تلاقي في وحدة عربية جامد، في شخص قوي له كاريزما، له حضور، له منطق. تخلي بالك انا بتكلم في الغاء التأشيرات بين الدول العربية عشان برضو الناس ما تتعاملش مع الموضوع على ان شاعر وفنان وبيتكلم في بعيدا عن الواقع. بعيد عن الواقع، لا، ما انا بكالوريوس تجارة ودراسات عليا ادارة اعمال، انا بتكلم على 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 منح اقتصادي حقيقي. الغاء التأشيرات بين الدول العربية لبنة أولى. نعم. لبنة أولى لتوحيد عملة والسوق عربية مش زي اللي شغالة اليومين دول، ومعاهدات دفاع مشترك حقيقية عشان ما تتخدش مننا العراق واحنا قاعدين بنتفرج، عشان ما يحصلش غزو للكويت واحنا قاعدين نتفرج. طبعا ما تروحش سوريا مننا، ما نضطرش للنيتو علشان علشان عشان عشان نسيطر على ليبيا. نعم. زي ما في نيتو احنا كمان المفروض ان يبقى فيه هنا حاجه اسمها ايه بقى، لو يعني لو هناخد الاختصارات نسميها ايه؟ نسميها ايتو يعني هنشيل ان نخليها ايه. اقصد ان 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 الهدف اللي احنا بنشتغل عليه حمله الغاء التاشيرات بين الدول العربيه، احنا اتحركنا بيها، رحنا دول كتيرة علشان احنا بنشتغل على الشعوب، احنا بنشتغل على الناس. وانا عارف ان ده قرار سيادي وده قرار لازم يؤخذ من الحكام مش من الناس، لكن الحكام يمكن يكونوا خايفين على الجمهورية، خايفة من الملكية، والملكية خايفة من الـ من الـ انا عايز اقول بس ودول غنية ودول فقيرة فهتحصل. ما هو الاتحاد الاوروبي، ما هي بلجيكا مملكة وفرنسا جمهورية، يعني ايه المشكلة؟ خليك بنظامك وخليك لكن يبقى في حركة بين المناطق الفقيرة عربيا والمناطق السرية عربية. زي ما بيقولوا وعلى فكرة وعلى فكرة المناطق السرية النهاردة تعدينيا، والمناطق الفقيرة زراعيا. احنا لو استثمرنا في السودان مثلا في هتتحل مشاكلنا الغذائية كلها. انت رحت السودان؟ للأسف لا. يا نهار ابيض يا خير، انت لازم تروح. يا نهار ابيض على الخير اللي هناك. صحيح. خير. بس فين؟ ايه رايك ناخد يعني عشان الوقت؟ طيب اخد خير تليفونات. طيب استاذ محمد من اسيوط، اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، منور يا فندم الشاشه كلها، انت والشعر العظيم الاستاذ هشام. ربنا يخليك يا استاذ محمد. نورك. ربنا يخليك. اتفضل يا استاذ محمد. استاذن حضرتك بس انا اسف، انا عايز اعرض مشكله خاصه بيا، بس ارجو بالكنترول عند حضرتك ما يقطعنيش. طيب انا هستاذنك في حاجه، لان انا فاضل لي دقايق، الزملاء حالا هياخدوا التليفون ومع حضرتك هياخدوا المشكله وهنشوف نقدر نعمل فيها ايه. تليفونك معانا هيكلموك حالا. استاذه رباب من القاهره. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. زي حضرتك انا برحب باستاذ هشام. اهلا وسهلا. برحب بحضرتك، وانا بقول شعر الاستاذ هشام وانا في ثالثه اعدادي وحافظه كل اشعاره. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميكي. رحب
رباب رباب رباب، ربنا يحميك يا رباب. ربنا يخلي حضرتك، وبطلع لحضرتك مسابقات، ويعني بحب حضرتك في الله والله العظيم. رباب اكتر حاجه بتحبيها للاستاذ الشامي؟ لا انا بس عشان كان في حد انا يعني التاثيره، وايوه بغير ونفسك مع ايوه وغير من حضرتك. حاضر يا حبيبتي، عليا الاثنين. ربنا يخلي حضرتك، وكنت نفسي يعني لحضرتك تعمل حفله تكون من قريبه من عين شمس بالذات عشان اروح احضرها لحضرتك. عينيا اللي، يا سلام، عينيا الاثنين. حاضر، شكرا يا رباب. ليلى القاهره. الو الو، اهلا وسهلا. مساء الخير استاذ خيري. مساء الخير. انا والله بس عايزه اكلم هشام الجحش. اهلا وسهلا. ان انا وانا عندي فوق 62 سنه، بس انا مستمع له وبحب جدا شعره. ربنا يخليك يا مدام ليلى، ربنا يخليك. طريقه العيشه مست قلبي، لان ده الكلام اللي انا بقوله لابني، وبقول يا رب ينجيه ويخليه في طريقه العيشه ويصلي لي كل الصلوات. انا بحترمه جدا على صدقه ومشاعره، وانا والله والله من الشعراء اللي بيمسوا قلبي. ربنا يخليك يا مدام ليلى، اشكرك على زوجي. بشكرك على زوجك، بشكرك مدام ليلى. استاذ محمد من القاهره، اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ هشام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك استاذ خيري؟ اهلا وسهلا. عامل ايه يا استاذ هشام، اخبارك ايه؟ حبيبي ربنا يخليك، اهلا. اتفضل. احنا يعني فخورين بيك، احنا سعيده زيك والله، وفخورين بيك قوي يعني. من فين في الصعيد يا محمد؟ انا من سوهاج يا باشا. حبيبي اكرم ناس، انا اخوالي من سوهاج وعشت في سوهاج. انت من فين في سوهاج؟ من جرجه بالذات. جرجه، جرجه اكرم ناس، بلد متولي. اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا استاذ هشام. اهلا وسهلا. انا عايز اسمع حته كده. حته من ايه؟ في التوراه. اخر محرفه في التوراه. حاضر حاضر يعني. عليا الاثنين. حاضر، اشكرك يا محمد. طيب استاذه فريده من القاهره. الو. ايوه. مساء الخير استاذ خير. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا بكلم استاذ هشام الجحش. اهلا وسهلا. اهلا بيك حضرتك. اولا انا زي استاذ محمد، انا من الصعيد. اهلا وسهلا. من البليانه. انعم وهاك باكرم اكرم ناس. طبعا البليانه اخر سوهاج جبلي. خليتني بكيت من الاغنيه بتاعت الام، من القصيده بتاعت الام. حبيبتي انا عن انا عشتها، انا عشتها فعلا. التاني كل حاجه، القصيده العاطفيه اللي قلتها برضو مش قادره اقول لك جميله ازاي. البركه فيك يا فريد. لا والله يعني انا بقول لك الاثنين دول منتهى الجمال. انا يعني انا بحييك جدا جدا جدا، ويا ريتك تستمر على الحاجات العاطفيه على راس خير. احنا زهقنا من الحاجات اللي هي نشفت قوي والله. صحيح. بشكرك يا استاذه فريده. اشكرك على زوجك يا استاذ فريده. تليفوننا الاخير الاستاذ احمد من الاسماعيليه، وبعتذر لكل التليفونات بس انا وقت خلص. اتفضل يا استاذ. انا مساء الخير. مساء الخير استاذ خير، ازي حضرتك؟ اهلا. مش هطول. استاذ هشام طبعا غني عن التعريف. اهلا وسهلا جدا على اتصالكم. انا استاذنت في الكنترول، هقول حاجه عن الام بسيطه كده. استاذن الاستاذ هشام يا رب يفتكرها. ليه الشرف كده؟ ليه الشرف، اتفضل. قصيده بتقول: سنه عدت على فراقك، سنه فاتت في اغلى الناس، سنة راحت وجاي غيرها وانا عايش بلا احساس. يتيم مهجور مخاصمني، قاطع من حياتي النور ومهملني. غريبة الدنيا من غيرك، وحيد وحيد علشان مفيش غيرك. وحشني الاكل من ايدك، وحشني الحب، وحشني النوم على صدرك ومعنى الامن. يا ام الدنيا من غيرك لا متعازة ولا لازمة، بدونك انت في الدنيا انا مضروب 200 جزمة. في عيدك بكتب الكلمات وبتخيل وانا بكتب، كلام داير ما بينا ساعات دموعي نازلة على المكتب. وذكرى جميلة بتعدي وبوصة محفورة على خدي. يا ام الدنيا من غيرك ولا هتجيب ولا تودي. وحشتيني يا اغلى الناس ما تدعيلي، نسيت معنى الدعاوي خلاص، واخر في حلمي بتجيلي. الله ينور عليك. الله يا ابو حميد. الله يشكرك جدا يا استاذ احمد. جميل. لو ختمت مقتطفة، ناس طالبة نانا، وناس طالبة التأشيرة، وناس طالبة أيوة بغير. احنا هنختم؟ أنا آسف للأسف. صعبان عليا الحلم، صعبان عليا الحلم، شايفه بيتكسر وعناية شايفة المدى،
بس الايدين اكثر. انا اللي عمره ما غاب وعمره ما تأخر. تطرح عينيكي عذاب يزرع عينيه سكر. انا اللي قال حاضر لا شرط ولا تأمر ولا طمع ولا ادانا ولا بطش ولا تجبر. انا اللي كل مجوع بعنيكي بتصبر. ما يغركيش العدد والله انا اكتر. انا اللي مش اخوان وانا اللي مش عسكر. الله الله. طيب لا انا هختم بحاجه عاطفيه، مش هختم كده. مش هختم كده، يخصموا مني الوقت. طيب علشان رباب هيقول لها ايوه بغير، بس ايوه بغير محفوظه جوي، لكن حاضر نقولها. كانت بنت مدلعه خيري، مدلعه حبتين، كانت بتعرفها انا. اكيد عدت عليك. كانت بتتعامل مع الغيره كانها سبه، يعني كان الراجل اللي يغير ده يبقى راجل ناقص او يبقى راجل مش والله يا اخويا ده حاجه تقرف. مش عاجبهم. فاللي هو انت بتغير يا هشام. ايوه بغير، ايوه بغير، لا انا نقصان ولا ضعفان ولا مسؤول ولا سكران ولا زائغ من عيني الضي ولا حد احسن مني في شيء، بس بغير. واللي قالوا لك غيره الراجل قله ثقه او قله فهم، خلق حمير. غيره الراجل نار في مراجل، نار بتنور ما بتحرقش، واحنا صعايده بنستحملش، شمسنا حاميه وعرقنا حامي وطبعنا حامي. واللي تخلي صعيدي يحبها يبقى يغلبها، اللي تخلي صعيدي يحبها يبقى يا غلبها. اصل بتتجلي وانا في الحفله يبقى يا بكته. اللي تخلي صعيدي يحبها يبقى يا غلبها، اصلنا ناس على كد الطيبه كلنا هيبه، والنسوان في بلادنا جواهر. طب لو عندك حته ماس هتخليها مداس للناس ولا هتكفلي اوضه عليها بميت ترباس؟ يمكن حتى تأجري ليها جوزين حراس. يبقى انا لا انا غافل ولا جاهل، كل الفرق ما بيني وبينك اني صعيدي ينعل ابو ده اليوم اللي كحل، اللي لا ليه اخر ولا اول، اللي طلعت لقيتني صعيدي. لو كان بيدي كنت اعمل لك هندي بريش، كنت اعمل لك هندي بريش واقلب شعري كنيش كرابيش، والبس لك سلسله متدلدله خرزه وقلب. بس ازاي البس لك سلسله هو انا كلب؟ ثم العبره ماهيش في اللبس، اصل المشكله مش في اللبس، اصل المشكله عندك، عندك عنادك، اصل المشكله عندك عندك عندك. قلت حسيبها بكره تحس، بعده تحس، بعده تحس. ده انا لو جبس كنت زعقت، ماشي صداقة وماشي زمالة، بس ما جتش على الرجالة. ما هي نسوان الدنيا كتير، أنا ما بقولش تخصمي الناس ولا تتحجبي عن الرجالة ولا تعتكفي وتسكني دير، بس يا ريت حب التقدير. إني بحبك وإني بريدك وإني زرعت حياتي في إيدك وإني غزلت بنات الدنيا عقود على جيدك، واني تعبت من التفكير واني بغير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هشام نورتني حبيبي يا خيري، انت اللي منور. بنستناك دايما وبتنورني دايما حبيبي حبيبي. وجعتنا بس فرحتنا بوجودك، وخلتنا نفتكر امهاتنا اللي بتاخدوا الدنيا، اللي موجوده يروح يبوس ايدها وراسها ورجلها بسرعه، واللي غايبه يقرا لها الفاتحه ويدعي لها ويطلع صدقه جاريه عشان نساعد في بنا مصر برضه.
بشكرك جدا يا هشام حبيبي خيري اسلم لي. انا اللي اشكرك واشكر كل مجهودك وكل سعيك وكل اصرارك على حبك للبلد دي. ربنا يخليك يا هشام. بشكركم، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، غدا حلقه جديده ممكن. مصر بخير طول ما انتم بخير. صباح الخير.